بيان صادر عن القوات المسلحه اليمنيه بسم الله الرحمن الرحيم قال تعالى: اذن للذين يقاتلون بانهم ظلموا وان الله على نصرهم لقدير. صدق الله العظيم. انتصار لمظلوميه الشعب الفلسطيني في قطاع غزه الذي يتعرض حتى هذه اللحظه لابشع انواع المجازر من قبل الكيان الصهيوني. وفي اطار الرد على العدوان الامريكي البريطاني على بلدنا نفذت القوات البحريه في القوات المسلحه اليمنيه بعون الله تعالى عمليه عسكريه استهدفت سفينه امريكيه في خليج عدن وذلك بعدد من الصواريخ البحريه المناسبه وكانت الاصابه دقيقه ومباشره ان القوات المسلحه اليمنيه تعتبر كافه السفن والقطع والقطع الحربيه الامريكيه والبريطانيه المشاركه في العدوان على بلدنا اهدافا معاديه ضمن بنك اهداف قواتنا ان القوات المسلحه اليمنيه تؤكد ان الرد على الاعتداءات الامريكيه والبريطانيه قادم لا محاله وان اي اعتداء جديد لن يبقى دون رد وعقاب ان القوات المسلحه اليمنيه مستمرة في تنفيذ عملياتها العسكرية وفرض قرار منع الملاحة الإسرائيلية في البحرين العربي والأحمر حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة إن القوات المسلحة اليمنية تؤكد استمرار حركة التجارة في البحرين العربي والأحمر إلى كافة الوجهات عدا موانئ فلسطين المحتلة وأنها مستمرة في اتخاذ كافة الإجراءات الدفاعية والهجومية ضمن حق الدفاع والتصدي للعدوان الأمريكي البريطاني. والله حسبنا ونعم الوكيل. نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حراً عزيزاً مستقلاً. والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة. صنعاء الرابع من رجب 1445 للهجرة. الموافق للخامس عشر من يناير الفين وأربعة وعشرين صادر عن القوات المسلحة